مشاهدينا صباح الخير من جديد، وبعدما تابعنا رسالة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية لمناسبة بدء شهر رمضان المبارك، نعود إلى حلقتنا من حوار اليوم. بكلام بالغ الوضوح وفي إطار كلمته الشاملة في عيد المقاومة والتحرير أمس، وضع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حدا للحملة التي شنها البعض على وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إثر موقفه من إعلان الرياض الذي وصفه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بالصحيح 100%. وإذا نجح كلام نصر الله بضبضبة ألسنة بعض فريقه السياسي في الأونة الأخيرة، في وقت يتعرض فيه التيار الوطني الحر ولبنان ككل لضغوط إقليمية قد يكون حجب بعض المواقع الإلكترونية وبعض المقالات المشبوهة التي تصدر يوميا من مظاهرها، فما الذي يضمن عدم تجدد الحملة تحت عناوين أخرى في المستقبل؟ واستطرادا، ما هي الخلفيات الحقيقية للاستهداف المستمر للتيار بشخص رئيسه؟ وفي إطار أوسع وبلسان الخصوم، لماذا يمنح التيار الوطني الحر دائما منتقديه المواد التي تلزمهم للتعرض له؟ لماذا كان التيار علمانيا فأضحى من غلاة الطائفيين والمذهبيين؟ كيف تحول من المنادات بالنسبية في قانون الانتخاب إلى التمسك بالتأهيل؟ لماذا تخلى عن شعاراته الإصلاحية لمصلحة تفاهم هش مع تيار المستقبل؟ أسئلة كثيرة تطرح من المناوئين في الحياة اليومية وعلى مواقع التواصل، نحاول الإجابة عليها اليوم في سياق حلقتنا مع ضيفنا مسؤول الإعلام السياسي في التيار الوطني الحر الأستاذ حبيب يونس. أستاذ حبيب، صباح الخير من جديد. صباح الخير ورمضان كريم. بعد ما سمعنا كلمة سماحة المفتي اللي فيها عقل ودعوة إلى التعقل وحل الأمور بمحبة، وصيام مبارك إن شاء الله. نعم، خلينا نبلش معك من الموضوع الأساسي يلي امبارح شغل الرأي العام بعد كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. كان في حملة طويلة عريضة عم بطال شخص وزير الخارجية جبران باسيل من بعد موقفه من إعلان الرياض، وإجا كلام السيد نصر الله ليوضع حد لهذه الحملة. أول شيء، شو خلفية الحملة؟ إلى ما رمى السيد نصر الله، وما الذي يمنع تجدد هذه الحملة في المستقبل؟ قبل ما يحكي السيد حسن نصر الله امبارح في موقف رئيس الجمهورية اللي تبنى طبعا كلام وزير خارجيته وكلام اللي طلع عن دولة الرئيس الحريري بجلسة مجلس وزراء الأخيرة اللي هي نحن نلتزم خطاب القسم والبيان الوزاري، جماعة بيت بمزايدة أو ما عندهم شيء يعملوا إلا هذا الموضوع، لأنه الحكم بارح السيد حسن نصر الله أنه خافوا منه، يعني الرئيس عون ما بيخوف أو الرئيس الحريري ما بيخوف، أنه بيخافوا من السيد حسن نصر الله لأنه معه سلاح ضبضبه. هيدي الألسن بدها تضل تحكي، وهيدي الألسن عبارة عن طاحونة كذب مستمرة مش من اليوم، بنعرفها قلنا 11 سنة من هذا المطبخ الأسود اللي بيبسل أخبار حتى تشيعها وتأذي، لا عندها إيجابية، هدفها الإذاء ليس إلا، وكل شيء ما بيأمن لها مصالحها بتعتبره ضد البلد. هاي الألسن صارت ألسن كذابة، ما بقلومها هي إذا حكيت، بلوم الناس اللي بعدها بتصدقها. المثل بيقول الحق الكذاب عباب داره، مش هيك؟ أو بيقول له إذا لاح وراك وراك والزمن طويل. لا، نحن عنا بالمقابل وراك وراك والزمن بسيل. كيف يعني؟ كذب بيّن، أنت عندك نهج آخر، هذا النهج اللي بيمثله رئيس التيار الوطني الحر وزير باسيل بديناميكيته باندفاعه بعمله بشمول رؤيته، هيدا هني ما بدهم اياه لانه معودين على المحاصصه وعلى المزرعه. مشان هيك برجع بقول لك النهار اللي الشغله اللي عم بتصير ما بتفيدهم لهم، هني بدهم يعملوا حمله عليها لانه الهدف شخصي. بالوقت اللي انت عم تبني دوله ورافع شعار الدوله لبنائها، وخصوصي هلا بهذا العهد، انه هذا العهد عهدنا مش هيك؟ عهد كل اللبنانيين، بس نحن معنيين فيه بركة منحس أكتر لأنه رئيس هالتيار انبثق وصار رئيس جمهورية. هل يعقل الدولة اللي كنا عم نادي فيها نحن نعمل شيء هدا؟ من هون طاحونة الكذب كبيرة، بتوزع كذب قد ما بدك. أنا عتبي على الناس اللي بعدها بتصدقهم لأنه انفضحوا بأكتر من محطة وبأكتر من محل. هي يمكن أستاذ حبيب المفارقة هذه المرة وبالحديث عن هذه الحملة أنه مصدرها هن أعضاء الفريق السياسي يلي التيار الوطني الحر انطلق منه أو كان متحالف معه، مش هيك حكينا أنه كلام السيد نصر الله وضع حد لألسنة بعض أعضاء فريقه السياسي، لأنه هذه الحملة الأخيرة مصدرها ما كان يسمى بفريق 8 أدار السابق بقسم كبير منه. طيب ما بالنهاية ما عاد في 8 أدار و14 أدار،
وحتى لما كانوا يعني ما كانوا هالجسم الثابت أو المتماسك وعنده فرد رأي. والدليل أنه بعد سنة سنتين من هالهمروجة 8 و 14 فرطوا كلهم، بس ضلنا محافظين على هالاصطفاف العمودي. عملت ورقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله بخمس شباط 2006 ست شباط. مثلا تنفترض كانت الساعة 12، الساعة 12 وخمسة بلش يقولوا هيدي ما رح تمشي وهيدي ما بتزبط، والتشكيك فيها دائم، وكل ما حدا أخذ موقف متباين عن التاني فرط التحالف شو عم يعمل العماد عون وين أخذ الشعب وكذا. ما عنده نية، يعني ما بيفهم شو عقل التيار الوطني الحر وعقل مؤسسه والسياسة اللي هلأ نحن ماشيين فيها. الهدف الأول المحافظة على الوحدة الوطنية، عدم إلغاء أي من مكونات هالوطن، والتعاون مع بعضنا بالحوار للوصول إلى حلول تعيد كل حق، تعيد الحق إلى أصحابه على كل المستويات. أنا سؤالي كان أستاذ حبيب أنه اليوم رئيس الجمهورية معروف شو هو موقفه من موضوع المقاومة والسلاح وكل هذه المنظومة اللي تابعة لها، وأيضا وزير الخارجية واستطرادا التيار الوطني الحر. يعني هالفريق هيدا اللي هالقد مسلف، إذا بدنا نحكي الأمور مثل ما هي، فريق 8 أدار ككل مواقف عن قناعة أكيد مش من بإطار المتاجرة، يعني ليش مجبور يتحمل هذه الحملات بكل محطة، وليش مجبور يتحمل كل هذا التشكيك يلي بيوصل بمكان معين إلى حد التخوين؟ عم بحكي مش مواقف رسمية على مواقع التواصل. نحن بدنا النتيجة. نعم. لما النبع بيحكي لازم السواقة بس تكون صدى. نعم. هلأ النبع حكي وكل هاللي بيطلع بيها، ما فيك تلجم العالم عن التعبير عن رأيه. بكتقلي في مناخ بيسمح لها تعبر عن هذا الرأي، أحيانا بيكون بعرف من شبابنا بالتيار نحن بيكون في شي موقف دغري بيطلعوا بيعملوا موقف، ما بيكون موقف الرسمي. أنا كمان ولو إنسان حزبي ولو ملتزم بيكون عنده نوع من أفكار معينة بيحاول يطرحها، بس بكرة من بعد كلام السيد حسن كله رح يلتزم. بهمنا نحن النتيجة، ما بهمني الزواريب اليومية اللي بيفوتوك بمتاهات بالوقت اللي عم تقعد تصرفه على كان على السوشيال ميديا أو بالتصريحات السياسية على شيء سيء. معلش يفهموا ويستوعبوا هذا الموضوع، بالنهاية لا يبنى هذا الوطن إلا بالإيجابية وبالحوار، مش لا بالشتايم ولا أنه عجبني أو ما عجبني. هذه القيادات هي بتعرف كيف تتعاطى مع بعضها. نحن على شعبنا أنه يروق، لأنه ما بعرف عايشين جو محموم بركة أو معصبين الشباب بده فيش خلقه. نروق على بعضنا شوي وخلي هالقيادات تشتغل حتى توصلنا لبر الأمان. اليوم أيضا تم تناول مقالة نقلا عن موقع صحيفة عكاظ السعودية بتتضمن كلام شوي غريب خلينا نوصفه، بحق رئيس الجمهورية وبحق الوزير جبران باسيل، وهذا كله طبعا بيجي من بعد حجب موقع التيار الوطني الحر الإلكتروني وكل هذا الجو. يعني هيدي كلها وين بتشوفها، بتصب بأي إطار؟ حرية التعبير عند مين؟ عند هذا صحافي سعودي. أنا بس يطلع شيء موقف من قبل الحكم السعودي الرسمي بحق رئيس بلادنا أو رئيس التيار، في إجراءات وفي قنوات دبلوماسية وفي دولة عم تتعامل مع دولة، بالنهاية رأي صحافي حكي جرايد صف حكي بأي معنى. أيام زمان كانوا يصفوا الحروف بالمطبعة، هذا اسمه صف حكي. ما رح كثير نسترسل بهذا الموضوع، هتركهم لانه بنترك في موقف رسمي يعني هذا اللي بيعني. خلينا نحكي شوي اكثر عن موضوع التيار الوطني الحر. حكينا انه في حملات وانه امبارحه في احدى الحملات وقف السيد حسن نصر الله، بس دائما هناك انطباع لدى الراي العام انه دائما التيار بيعطي خصومه مثل ما بيسموه باس، يعني تحت له يستهدفوا اكثر واكثر. خلينا نبلش فيهم واحده ورا الثانيه. يلا هيدا نشوف. ما زلنا باجواء قانون الانتخابات، وهلا رح نحكي بعد شوي عن الاجواء الايجابيه بهذا الموضوع. ليش التيار الوطني الحر كان مع النسبيه وبطل مع النسبيه؟ هذا السؤال وين ما كان عم نسمعه، وهذا عنوان لعشرات الحملات على مواقع التواصل وبالحياه اليوميه. نعم. النسبيه مش بوستولا، اللي بيفهم بالماتيماتيكي بيعرف شو البوستولا، يعني هو التيارام اللي ما بقى فيك يعني ولا ممكن يتعدل، لأنه هيدي ثابتة بالمعادلة.
النسبية بدي افترض بدي اخذ هيك مثل بسيط يعني انا ما كتير بفهم بالحساب بس انه بدي اخذ كسر وين اذا بدي اعمل نسبية شاملة بكسر وين هيدي اللائحة جابت 60 هديك 40 بيعمل معدل بيطلع من هيدي 3 من هيديك 2 طيب اذا في منطقة فيها مرشح واحد انه ما قعد واحد كيف بدي اعمل نسبية انه بيطلع نص هيدا ونص هيداك النسبية مش مجرد بس حكي شعار بوستولا نسبية بدها تاخذ بالاعتبار الواقع انت عم تشتغل بمجتمع متنوع في عندك اعتبارات بانتظار انه تلغى الطائفية او نصير دولة علمانية وهيدا منى عيني بانتظار وقتها بدك تمشي بالقواعد اللي حكم اللعبة وبتركيبة وطنك اللي هي متنوعة بين طوائف ومذاهب لما بدي اعمل نسبية تأدي بطريقة او اخرى الى نفس النتيجة تبع قانون الستين شو كون عملت بس لانه طرحت نسبية يعني وانا متنور وعلماني وباخد مثلا ألقاب انا مجتمع مدني او انا خبير بيئي في نحن بنعطي ألقاب شو ما كان بدنا نفهم شو النسبية وكيف بتركب لباسة على جسمنا ما فيني انا البس نسبية مثلا تنفترض بدولة تانية ما بتلبق لي بهبط علي بتكون بدنا ندرس بالحساب وشغل كتير هينة نحن ولا نهار رفضنا النسبية حتى بالتأهيل في نسبة بكل شيء طرحناه وما كنا عم نطرح نحن هيك لمجرد الطرح لأنه عنا نحن بنحب نعمل قوانين أو مشاريع اقتراحات قوانين نحن معروف طرحنا من الأساس كان القانون الأرثوذكسي ما مش الحال أوكي بلشنا نحن يعني بدنا نعتبر حالنا أم الصبي بهذا الموضوع وين فينا نوفي وناخد هواجس الآخرين اللي هواجس الآخرين اللي طرحوها باجتماعات معينة جينا بلورناها بنص قانوني يتم الاعتراض من هون ومن هون وهذا الكلام قالوا فخامة الرئيس مش أنا عم حمل حدا شيء لما أنت بتجي بتبادر وبتبادر وبتبادر وبيرفضوا لك كل الطلبات بدك تحط علامة استفهام شو المطلوب وبرجع بيقول لك رجعنا على المربع الأول برجعنا على المربع الأول نحن الأساس بالموضوع كله قانون عادل يساوي بين الجميع طيب أعطيني الفورميولا الأنسب بالنسبية بالأكثر بالبدكة أمن لي هذا المبدأ ما بدي منك شيء لأنه عم بطرح عليك وعم ترفض ما بعرف مين اللي عم يرفض وما بعرف كيف عم يرفض ما كتير بفوت بهذه الزوريب لأنه بتعب الراس على طعمه أحيانا بيجي تشوف أعمل تقرير معين طب ما هن زيتون هاو كانوا مبارح مكتوبين بصياغة تانية دوز شوي أقوى من عند هذا الفريق أو دوز أقوى من عند الفريق التاني في نوع من إشغال العقل بتفاهات وبكلمات ما بتأدي لنتيجة حسوم يعني ليش تيجي اليوم يحملني مسؤولية عدم إقرار قانون انتخاب الوقت اللي من 8 سنين مطروح هذا الموضوع على الطاولة وما حدا بادر اليوم بدعوة نعم هن أستاذ حبيب عم ينطلقوا بهذه التهمة إذا بدنا نسميها أنه بحكومة الرئيس نجيب مقاطع أيام الوزير مروان شاربل كان في قانون معين دوائر متوسطة مع 15 دائرة مع 13 دائرة وقبل في التيار الوطني الحر اليوم ليش بطل هذا القانون منيح أول شيء هل قبلوا فيه الآخرين تاني شيء ليش بطل منيح ما هو كل المقاربات اللي قلت لك إياها وكل هالهواجس اللي جيت جمعتها وكان يطرحها الوزير بسيل بعقله الماتيماتيكي ويقول أوكي هذا أخذنا بالاعتبار هون أخذنا بالاعتبار حتى نتوصل لشيء يشيلنا سكين الستين عن رقبتنا لما كان يطرح كل إيجابية كان يطرحها وأخذه بالاعتبار هواجسهم كانوا يرفضوها طب أنت هذا الطرح تبع الـ 13 دائرة أو الـ 15 وتوافقوا عليه على البكركي طب الأمور تغيرت والوضع تغير وعلى الحساب وعلى الورقة والقلم بدك تأمن ما هو أسلم وقتها توفقنا كل شيء توفقنا عليه تنفترض بالحكومات السابقة أنه نحن كنا موافقين يا كنت مثلا تسجل اعتراض أو أوكي تتمشي الموضوع لأنه بدك تطلع من أزمة اسمها قانون الستين سيف وصلت على رقبتك بيعمل يعني مشروع حروب مستمرة بالوطن ما بيأمن السلام اليوم لما بتجي بتطرح بمشاريع تانية ونطرح كذا مشروع حتى القانون الأرثوذكس اللي كتير قالوا عنه أنه طائفي ما أنه طائفي هيدا فعلا بمثل هلأ ما بدهم
كل طائفة تنتخب حالها، أعطيني الشيء المناسب والأسلم اللي بيأمن عدالة التمثيل وصحة التمثيل، وعلى القليلة مثل ما كمان استعمل فخامة الرئيس ما حدا يمد إيده على رزق جاره، هذا بيتي وأنت خيي وعندك بيت، برضى أنا بخيي يجير طبعا كتافي مثلا ببيتي أو يخد لي بدي أعايز منك هالأوضة، لا يا بدنا نكون متعادلين ومتساويين حتى يمشي هذا البلد مثل ما لازم، وإلا مشكلة. اليوم كيف تفسر كلام رئيس الجمهورية من يومين على قصة القانون النافذ؟ كمان هذا شكل عنوان لحملة طويلة عريضة أنه بينت الصفقة مع الحريري، وهلأ هذه آخر مرحلة عم تتنفذ القانون الستين اللي بيناسب طيار المستقبل. يمكن عندك هون ومعك هون وكل المحلات مثلا في كلمات أنا هذه حذفها من قاموس الطيار، صفقة. شو هي صفقة؟ ما في، نحن ما بنعمل صفقات، نحن بنعمل صفقة مش عيب يعني، ديل سياسي. ايه حتى الديل السياسي انه رضي الرئيس الحريري بالعماد عون رئيس جمهورية بمقابل قال لي اعمل له 60، ما هي طلعت من قبل. هذا هلا حاليا محور خطاب محور نائب سامي الجميل مثلا، فظيع. اخر مؤتمر صحفي كان هذا موضوعه، انه في صف في صفقه هلا بدكم تكتشفوها. ما في، كانت صفقه بواخر وعرض اوراق غلط كانت بالمجلس. نعم. وفي 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 يجيب لي شو هي بنود هذه الصفقة، وإذا عنده شي ورقة أو وثيقة يشرحها ساعتها من أيده، بس هذا حكي كله حكي. ليش؟ بإطار أنه أنا المعارض، والمعارض حقه وموقفه حر يعارض بالبدوية، المعارضات شغلته. امبارح سمعته عم بيقول أنا معارض، مني ناطر أنه يأيدني، حتى لما بتعمل شي منيح وهو معارض رح يضل يقول لك لا. ما في صفقات، كلام رئيس الجمهورية بدي أخده أنا بشقه الإيجابي، هو عم يشرح عم بوصف الوضع كان، أنه إذا وصلنا ما رح يكون في فراغ بطلع، بس هو شو عم يعمل بالمقابل؟ عم بحفز ويدعي الأفريقا، وأكيد أكيد أكيد في اجتماعات غير مكشوفة، وإن شاء الله تضل هالقد سرية وغير معلنة لحتى يقدر يتوصلوا لشيء، لأنه كل ما تطرح شغلة طنطنة إعلام بيطلع هذا بحس حاله إذا زينة بميزان أنه أنا ممكن أخسر هون أو أربح، بده يعلي الصوت وبيعملوا حملة وبيسقط هالقانون. إن شاء الله أنا بدي أخذ هذا الموضوع كلام الرئيس كلام للتحفيز على الإسراع في إنجاز قانون انتخاب بالمهل الدستورية، يعني على عكس سائر التفسيرات. وهذا يمكن يعطف هذا الشيء على اللي ورد على لسان السيد نصر الله امبارح، أنه في مؤشرات في إيجابية وأفكار جديدة. ما في شك، لك بالقضايا الكبرى بخزني ما بتطلع على السوري، بتشوف الأوتوستراديت العالية، بتشوف القمم فوق، في قمم عم تحكي وفي ناس صادقين بالتعامل وبالموقف، يعني ما فيك ما تركن لقلهم. ضلوا بس يعني بدل ما نقعد نلتهي بالتسريبات اللي بدها تنزل، نخلي صوت هالقائد اللي حكي امبارح براسنا ونكرر له كلامه ونوثق فيه. نفس الشيء في كلام فخامة الرئيس والقيادات الثانية اللي فعلا عم بتفكر على مستوى عالي، مش عم بتفكر بس من أجل منصب هون أو منصب هونيك أو حاجب هون أو نايب هونيك. خلينا نفكر أنه في ناس فعلا واعيين وعاقلين وعارفين ياخذوا هذا الوطن على شط الأمان. استاذ حبيب، بدنا نكمل بتفنيد الاتهامات اللي عم تطول التيار الوطني الحر، بس مضطرين ناخذ فاصل ونرجع نكمل الحلقة. مشاهدينا فاصل ونعود إلى حوار اليوم. مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم من جديد بهذه الحلقة من حوار اليوم، وضيفنا مسؤول الإعلام السياسي بالتيار الوطني الحر الأستاذ حبيب يونس. أستاذ حبيب أهلا وسهلا فيك من جديد. أهلا فيك. شكرا. قبل ما نتابع حوارنا بدنا ننتقل لعند زميل جريس مخايل موجودة بقصر بعبدة، حيث هناك اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع. جريس يعطيك العافية. الله يعافيك جان، صباح الخير إلك ولضيفك. نعم تفضل. جاد، يعني بالواقع التأم المجلس الأعلى للدفاع بالقصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء الحكميين، أي الذين يدعون حكما إلى الاجتماع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير المال، ووزير العدل. وإضافة إلى هؤلاء الوزراء دعي طبعا
أيضا وزير الدفاع، إضافة إلى هؤلاء الوزراء دعي وزيري السياحة والأشغال، قادة الأجهزة الأمنية بطبيعة الحال، المدير العام للجمارك ورئيس مجلس الجمارك ومدعي عام التمييز. جاد، هذا الاجتماع مخصص للبحث في الأوضاع العامة في البلاد وحصيلة الإجراءات التي تم اتخاذها بالاجتماع الماضي، أين حققت ماشي عم بسأل إذا في صور، وأيضا يعني إضافة إلى الإنجازات أين يجب تعزيز الإجراءات الأمنية، خصوصا أن البلاد مقبلة على شهر رمضان المبارك. هنا أيضا سوف يتم البحث في هذا الاجتماع الإجراءات الأمنية في شهر رمضان، ويعني حيث يجب تعزيز الإجراءات الأمنية خصوصا في فترات الصلاة وفترات الإفطار، حيث يكون هناك تجمعات شعبية في عدد كبير من الأماكن. إضافة إلى تعزيزات الأمنية في شهر رمضان، سوف يبحث هذا الاجتماع أيضا بالإجراءات الأمنية في فصل الصيف في ظل المهرجانات التي تقام والاحتفالات التي تقام في الربوع اللبنانية، ولذلك طبعا يعني بطبيعة الحال دعي وزير السياحة ووزير الأشغال كونه معني بكل الأمور المتعلقة بالمطار. طبعا يعني سوف يكون هناك بيان في ختام هذا الاجتماع، بيان مقتضب على أن تبقى المقررات سرية كما جرت العادة. بالنهاية جاد، إذا تسمح يعني أريد أن أشير إلى أنه قبل الاجتماع كانت هناك خلوة بين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس الحكومة سعد الحريري. جاد، نعم، شكرا لك زميلي غريس مخايل على هذه المعلومات من قصر بعبدة. استاذ حبيب، مجددا اهلا وسهلا فيك من جديد. شو رايك باجتماع مجلس الدفاع الاعلى؟ هل هناك طارئ صدع ولا هذا اجتماع روتيني؟ لا، اجتماع روتيني. نحن مقبلين على مثل ما قالت يعني في بكره الطرقات بيصير فيها حشود والاماكن التجمعات مشان الافطار ومناسبات تنحافظ على الامن، يعني هذا الامن الاستباقي اذا صح التعبير، وخصوصي بالمرحله الاخيره اللي بلش الجيش فيها والاجهزه الامنيه الاخرى تستبق الاحداث وكما شو كذا حدا من الناس الخطرين وجنبوا البلد كوارث كان ممكن تترجم بسيارة مفخخة أو بيعبوا ناس فيها أو باغتيال معين. أكيد هذا من ضمن الأشياء الاستباقية وشامل البكار أكثر، سياحة ومطار وجمارك وكل هالأمور. يعني بذكر بس أنا اللي بذكرته ضعيفة، الكلمة الأولى اللي قالها العماد عون لما كان نايب بأول مجلس بال 2005 طرح حكي شغلتين انه علاقه بالدفاع، طالب بجيش نخبي، يعني لانه نحن ما عندنا جيش كلاسيكي، يعني ما فيك تحارب حرب كلاسيكي، بده يكون جيش شبه مغاوير كله، وطالب بتعزيز الامن الاستباقي حتى يعني بتوفر على هذا. هذا مثل المثل اللي بيقول درهم وقايه خير من امطار عليش. هيدا باستراتيجيته وعقله وبفهمه للمواضيع بحكم كونه عسكري بحكم كونه رجل سياسي ذو خبرة طويلة ومثقف جدا بهذا الموضوع، بيعرف شو الأنسب لوضع مثل وضع لبنان بالمحيط اللي هو فيه بهالأزمات المتفجرة من حوله. بدنا نشير قبل ما نكمل إلى أنه الوزير السابق نائب بطرس حرب عم يقعد بهالأثناء مؤتمر صحفي مخصص للرد على مورد على لسان الوزير وزير الاتصالات جمال الجراح من يومين بعد اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية. خلينا نكمل معك، كنا عم نفند الاتهامات بحق التيار الوطني الحر، يعني معادلة العلمنة والطائفية والمذهبية. يعني اليوم إذا حدا سأل أنصار التيار شو لازم يرده، شو ممكن يرده مش شو لازم يرده؟ واضح الموضوع. المشكلة يمكن لازم أقولها بالتمهيد لهالصف الاتهامات أو سلسلة الاتهامات اللي عم بتسوق السجاد. لما بيطرح الواحد فكرة هذا جماعات جوقة الشتمين وهود الناس بياخدوا جزء منها، يعني أكثر من مرة لما عم بيطالب تنفطري طلع الحكي اللي له علاقة بحقوق المسيحيين، انت صرت طائفي بطلت علماني، متحديهم تحديهم التحدي الايجابي للجميع. رئيس الحزب قال لهم الدوله العلمانيه من هلا، بعد ما زال كمان مش عم يقدروا يتقبلوا اذا بقول دوله علمانيه او دوله مدنيه، ما بعدهم هون كمان عندهم حساسيات.
اكثر ناس وطنيين بمعنى علمانيين، هو هالطرح اللي استقطب ناس من كل المشارب السابقه بهالمنطقه، ويمكن اكثر حزب فيه تنوع بداخله بتكوينه. نعم. ولا ممكن اجي اطرح انا شيء ضد حدا عضو معي ومؤسس معي، وفي منهم كتار بقلب الحزب، لما بيجي بيطرح الحقوق ما بيكون عم يطرحها لانه هو طائفي، عم يطرحها لانه هذا حق سواء كان للمسيحيين او لاي طائفه اخرى، بنفس الاداء وبنفس الحماسه وبنفس القوه وبنفس الوضوح رح يطرحوا عندما يتعلق الامر باخرين مغبونين. هلا مسائبه لانه عم نشتغل انه الانتخاب، والغبن مش باعترافنا نحن، مش بمطالبتنا نحن او برؤيتنا نحن، باعتراف الكل كنا مغبونين من 2005 لليوم. عم يطرح لاسقاط الغبن واقامه المساواه بين جميع اللبنانيين، ما بيكون طرحه طائفي، لانه هيدا الطرح السليم لما بجيب انا الممثلين الحقيقيين على الحكم ساعتها بتطور اكثر، وبصير بقدر بعمل الدوله العلمانيه بما هو اسرع. بس هي التهمة عن تساق بطريقة أخرى أنه لازم التيار بالأساس ما يحكي بكل هذه المنظومة، يعني آخر شيء الحقوق التي يحكى عنها هي حقوق أفراد وليست حقوق جماعات، التيار فات بمنطق حقوق الجماعات وهون بيت القصيد بالخلاف معه. لا مش هيك، ما أنه هاي الجماعة معلش مش نحن قاعدين بطرف تنظيري هلأ، طول ما قانون الانتخاب وطول ما آلية الانتخاب بتفرض عليك المذهبية والطائفية، مش أنا عامله، أنا ويرته وأحد بنود التحرر اللي حكي عنها العماد عون فور عودته من الإبعاد بفرنسا، هيدي نفسها يعني قصة التحرر من الطائفية ومن العائلية هي معركتنا الأصعب، التحرير كان هين، التحرر أصعب. هذا اللي ما عم يستوعبوه، ما بده، بس ما هذا له بروسيدور، ما فيه هلا انا اجي اقعد هلا بدي دوله علمانيه واقعد نظر فيها، هي مطلب بس بدي اليه توصل له. عم اقول لك الاليه الاسلم، هلا الوضع طائفي وانا بروح ابن بتروم بدي انتخب اثنين موارنه بهذا القانون الحالي، طيب وابن كسروان بده ينتخب خمسه، ما هم بس ما في مساواه، خدها على المستوى المسيحي، ليش تروح على غير بمحل تاني في ارجحيه لطائفه معينه بتجيب النايب اللي ما بيمثل وجدان شعبه. هيدا ما عم يقدروا يفهموه، ما بدهم يفهموا، بدك القانون اللي بيساوي بين الجميع وبيشارك الجميع بالقرار، ومش ننتقي من الكلمه او من الجمله الشيء اللي بدنا اياه بس حتى نفوكس عليه ونركز عليه، بياخدوا كلمة وينتقدوا عليها وما بيفوتوا على الجوهر، منضل بالأشور وقعد، وهذه الأشور خارج توكشوات وخارج برامج تسلية، وبتعرف بدهم مادة غذائية مادة تغذي هذه البرامج اللي ما عندها شغلة إلا المرأة، وهذا أنا برأيي بيدخل بإطار العيب والحرام، وهذا الشيء مش من تربيتنا. نعم. والشعار الإصلاحي أيضا، يعني في كتير اتهامات أنه وين الإصلاح، التفاهم مع الحريري أطاح بالإصلاح الذي كان ينادي به التيار الوطني الحر. ما رح أرجع أقول لك إبراء مستحيل وهذا الشعار لأنه صارت شوي قديمة، بس يعني في كتير أمور، مثلا تعيين حاكم مصري في لبنان، مثلا يمكن خطوات أخرى جاية على الطريق ما حدا بيعرف شو هي الخطوات، عم يضعوا الخصوم بإطار شو القصه، انه ممكن انه التداول بالسلطه حتى على راس هذه المؤسسه انه أوكي. كان افضل. انا شخصيا ماني سامع لا من الرئيس عون ولا من الوزير بسيل ولا مره ولا تصريح رسمي بيقول انه نحن ما بدنا دكتور رياض سلامه. اذا انا بدي كب اشاعه بالبلد وتسوق الجرايد وارجع ابني عليها حتى حاكم الرئيس ورئيس الحزب على هذا الموضوع، لا يكون في شيء لعبة مش مزبوطة. أنا ما بعرف ولا أنت بتعرف، هيدي مالية الدولة من أسرارها والأسرار العليا، هني بيعرفوا، ولو ما يعني ولا ممكن يرضوا بشغلة من هالنوع بس على أساس أنه نحن عملنا ديل أو اتفاق سري. في وظيفة تتجدد له 6 سنين، وظيفة جديدة بركة أو رؤية أخرى
غير اللي كانت وفي ظروف اصلا هلا ما يطرح حول عقوبات وغيره مليون شغله وبركي في ملف معين ومستمر فيه وهو ما في شيء بيمنع انه يتجدد الحاكم ما بعرف بالقانون انا كيف بتصير بس ليش بدي اخذ هيدي واعتبر انه هي كل الاصلاح لا هيدي اخذناها مثل مثل من عده امثله انه التفاهم مع الحريري في بمقابله تساهل بامور معينه بامور اصلاحيه بامور وانا دائما طبعا عم بنقول شو الخصوم بيحكوا صح صح شو شو الجواب على انا بذكرك بشغلتين بس الرئيس عون لما بلش الحكم بيحكى انه يعطى مهله 100 يوم وما بعرف شو حكي هذا هذه بتصير بانظمه بيكون فيها الرئيس هو تقريبا شبه الحاكم المطلق لما طلع حكي قال هيدي ليست حكومه العهد الاولى هذا بدنا ناخذه بالاعتبار لانه نحن بعدنا بمرحله انتقاليه بين ما سبق بين فراغ وهلا وشغله ثانيه يفترض يمكن هذا احد اسباب تاخير قانون الانتخاب انه قانون الانتخاب سيفرز ما بدي اقول لك طبقه جديده لانه بالنهايه كلنا اولاد هالارض بس بده يفرز توازن قوى جديد يمكن يتغير كل هذا الاصطفاف السابق اللي كان بين 8 و14 وراح يكون في ديناميكيه جديده بالموضوع ساعتها تبقى حاكم وتبقى حاسب اذا هيدا ما صار اذا الاصلاح ما صار والاصلاح مش كبسه بس حبيبي يعني نحن وياك بنعرف وكل اللبنانيين بيعرفوا انه اي قانون انتخاب سيقر رح يكون بيرضي القوى السياسيه الموجوده حاليا ومش رح يغير كثير بموازين القوى ما لأنه رح يراعي هيدا القوى اللي اقرته ما هو لازم نعرف مسبقا النتائج هذا بالمنطق بالمنطق بس بالواقع بالواقع غير هيك بالواقع انت شو في قسم كبير من النتائج رح يكون معروف شو ما كان شكل القانون المتفق عليه فليكن 60 او غير 60 بس هذا معناها انت بلشت بشيء جديد وهيدا المجلس بده تمسك عنه حكومة جديدة يمكن تكون مثل هاي أو غيرها بس المناخ بيختلف وكل شيء جديد بيكون له شو بيقولوا دفع معين نعم وفي بعض التعيينات مثلا هلا إنه مثلا ما في اجتماع لمجلس النواب وعندك كذا تعيين بكذا محل بدأ مجلس النواب وعندك مثلا ما بتجتمع الحكومة لأسباب معينة تلافيا لافتعال مشكل أو لفتيل ما قد يشتعل خلالها بتقوم بترجع بتزبط الوضع بس بكرة هو ما راح يصير لأنه بيصير شغلات دورية يعني هلأ بعدك أنت عم قلك أنت بمرحلة انتقالية بدك مش إنه تراعي فيها ظروف أنت الوحيد كرئيس جمهورية الحالف يمين على حماية الدستور ما بيسمح لنفسه رئيس الجمهورية واللي جاي من برة التركيبة يعني إذا بدنا نكمل طبعا ما بيسمح لنفسه الحالف يمين إنه هو يخالف الدستور ما عم قلك هوديك عم بيخالفه بس في حال في مخالفة هو ما بيسمح لنفسه هو حالف يمين هني بيجوا بيروحوا بيتعينوا بيطلعوا بينزلوا بس مش مثله هو مشان هيك حرصه زائد أكتر مشان هيك وعيه بده يكون أعلى مشان هيك حكمته بدها تكون أكبر لأنه هو الأساس هو الحالف اليمين وهو صمام الأمان الأساسي بين كل هالمكونات يعني أنا ما يعني عم بسمعه أحيانا بقول مش هو العماد عون التيار لا أكتر طلع وسع البكار صاروا الكل تحت جناحه مش معناها تخلي عن التيار بس حتى بمنطقه بتصرفه ترفع عن الجميع لأنه بده يشوف الكل من فوق وكلهم مثل بعضهم عنده يكافي من يجب أن يكافى ويلوم اللي عم بيغلط بس أنه بالعين الأبوية الوطنية العالية الشاملة مش باله بس أنه أنا عندي حزب بدي وصله على السلطة نعم نحن الموضوع الإصلاحي رح يخدنا على المؤتمر يلي عم يعقده نائب بطرس حرب رح ننتقل لنتابعه بدنا نشكرك استاذ حبيب على حضورك اليوم رح نكتفي بهذا القدر على أمل أنه نلتقي فيك بوقت قريب جدا بدي بس أقول نعم. أنه وراك والزمن بسيل نمشي مع النهج مش ورا شخص ورا هذا النهج الإصلاحي الديناميكي الفعال ذو الإرادة ما عنده صعاب بتوقف بوجهه ونحطمها ونمشي خصوصي انه الكمخة اللي نحن ويرتينا من العشرين لليوم ما بتروح بلا بديترجان ولا بتروح بكمبرسور بدها يمكن قنبلة نووية تتشيل نعم شكرا لك استاذ حبيب على حضورك اليوم